مساء الخير. في سلسلة هذا المساء عودة إلى شؤون السودان، الملفات العصية في هذا البلد، أهم ملف هو ملف دارفور، لكن أيضا ملف هذا التوتر أو التناقض ما بين شمال وجنوب، إضافة إلى ملفات أخرى نطرحها مباشرة على معالي الأستاذ تاج الدين بشير نيام، هو وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية بالسلطة الأقليمية لدارفور. أريد أن أذكر حضرتك معالي الوزير أنك كنت في صفوف المعارضة، كنت تتفاوض مع هذه الحكومة إلى أن وقعتم في الدوحة الاتفاق الشهير الذي دخلتم على أساسه في الحكومة. سؤالي من خلال هذه التجربة، تجربة أن تكون شاهد على الجانبين، انتقالك من المعارضة إلى الحكومة كان بأي نضج، بأي عقلية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لك مني أخي الكريم جزيل الشكر والتقدير. أود أن أقول في البداية حقيقة القانون في العالم كله أنه أنت تبدأ تعارض عندما تشعر أن هنالك مساحة للمعارضة، وعندما تشعر أن هنالك بعض الحقوق يجب أن تقوم بها طرف معين. نحن في دارفور شعرنا أن مشاركة أهل دارفور في السلطة وفي تقسيم الثروة وفي العمل الاستقافي والاجتماعي عندنا مشاركة أقل بكثير مما يختار الآخرين، اللي هو سمناه بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأهل دارفور بالمقارنة مع الأطراف الأخرى. لذلك عبرنا عن ذلك في معظم الأوقات، بعضها في حمل السلاح وفي بعض المرات بدون ما نحمل السلاح. الحكومة في المركز في الحكومات المتعاقبة كانت لم تستجب لهذه الطلبات، مما اضطررنا اضطرارا أن نحمل السلاح حتى نسمع صوتنا إلى المركز. ونعتقد الحكومة الاتحادية سمعت صوتنا بالعمل الذي حملنا سلاح. لذلك عندما تم إعلان الاعتراف بالقضية، يعني أول ظهور سياسي عمل مسلح وهذا كان في فبراير 2003، مباشرة وقعنا على أول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة السودان وبين حركة العدل المساواة السودانية وحركة تحرير السودان في وقتها يوم 8/4/2004 في أنجمينة. يعني بداية التفاوض، يعني في أقل من شهرين من إعلان بطعنا في التفاوض. ثم تفاوضنا في يوم 28/5. كان هناك وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار من الطرفين اللي يسموه اتفاق أنجمينة وقف إطلاق النار. ووقعنا الاتفاق اسمه اتفاق أديس أبابا يوم 28/5/2004، يسموه اتفاق نشر القوات الإفريقية في السودان. ووقعنا في أبوجا في نيجيريا يوم 9/11 الاتفاق السياسي والأمني لتعزيز وقف إطلاق النار. ثم وقعنا الاتفاق قوي جدا يسموه اتفاقية إعلان المبادئ، اللي هو التحول إلى مرحلة سياسية يوم 5/7/2005، بموجب اتفقنا على خارطة طريق الحل السياسي. تفاوضنا لغاية ما تم توقيع أخونا مني من ناوي اللي هو رئيس حركة أهل السودان آنذاك فرعي، وقع الاتفاق أبوجا في يوم 5/6/2006. نحن كي رفضنا، نحن في عدل مسوى رفضنا، وفصيل من حركة أهل السودان برئاسة الأخ عبد الواحد محمود رفضنا ذلك. لكننا أيضا احنا رفضنا لأنه كنا نعتقد أن اتفاق أبوجا غير كافي ولم يلبي طموحات ورغبات أهل دارفور ولا يتناسب مطلقا مع ما قدم من تضحيات من أهل دارفور في ذلك القضية. لذلك واصلنا النضال السياسي واصلنا النضال العسكري إلى أن تم استئناف المفاوضات يوم 27/10/2007 في السرت في ليبيا، ثم تواصلت اللقاءات في تنزانيا وتحولت اللقاءات كذلك في جوبا. لكن تم حقيقة تتويج كل هذا العمل السياسي والعسكري في اتفاق الدوحة عندما تم توحيد حركة، عندما تم تكوين حقيقة توحيد الحركات والفصائل المختلفة في يوم 23/2/2010 بتكوين حركة التحرير والعدالة، وتم تعيين الدكتور تيجاني السيسي الرئيس لهذه الحركة، وهو يعني شخص مستقل وكان وزير اللي هو حضر على الدكتوراه في سنة 1983 في بريطانيا، وعمل وزير لمالية في ولاية دارفور وأصبح حاكم لدارفور قبيل قدوم أخواننا في الإنقاذ. كان حاكم في عهد الديمقراطية مع صادق المهدي وهو من حزب الأمة، لكن بعد الإنقاذ مباشرة هو قدم استقالته وذا، وبالتالي نعتقد كل هذه مراحل مختلفة إلى أن وقعنا. هو شيء مهم أن نفهم لماذا في فترة من الفترات رفضتم
ولماذا الآن قبلتم؟ ما الذي حصل؟ رفضنا عندما كنا نعتقد حقيقة في أبوجا هنالك فرصة حقيقية للسلام في دارفور، وطلبنا في الوقت ده من الوساطة كان في وساطة بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يعني حتى المجتمع الدولي كان مختلفين في وساطة، وطلبنا من المرحوم مجذوب الخليفة هو كبير المفاوضين لحكومة السودان في وقتها أننا يمكن أن نصل لاتفاق اتفاق شامل، لكن فقط أن يعالج بعض القضايا. وإحنا حقيقة بعد نقاش طويل أصرينا على قضيتين لا يمكن أتخلى عنهما. وحدة إقليم دارفور، إحنا إقليم دارفور إقليم قديم ظلت دولة بحالها لفترة طويلة جدا من الزمن وأصبح جزء من السودان، وسنظن إن شاء الله في سنة 1916 أصبح انضمت دارفور إلى السودان. ولا بلحظة مطالبكم كانت مطالب انفصالية؟ لا سوف لا ولن تكون انفصالية، لا فصيلكم ولا فصائل أخرى. لا أنا لغاية ذلك الوقت لا أحد من أبناء دارفور أهل السودان يطالب باستغلال دارفور على الإطلاق، ولن نشارك، ونحن في حركة تحرير وعدالة سوف نقاتل حقيقة أي تنظيم أو أي جهة تعتقد أنها تطالب باستغلال دارفور، ولن نكون ذلك. نحن دارفور حقيقة، دارفور هو السودان والسودان هو دارفور. لذلك طالبنا بشيئين، ضرورة إعادة وحدة إقليم دارفور، يعني إقليم دارفور كانت إقليم واحدة فيه ثلاثة مديريات تم تقسيمه إلى خمسة ولايات. هنا في تقديرنا ذلك التقسيم قصد به إضعاف الإقليم من ناحية سياسية، لذلك طالبنا أن يتم إعادة توحيد الإقليم، واحدة من الحاجات الأساسية. ثانيا تعويضات، نعتقد أن هنالك كثير جدا من التدمير اللي ألحق بأهلنا في دارفور في المجال النفسي ومجال الأرواح وفي الممتلكات كان لابد من إعادته. أنا هنا غير ذلك قد تركنا كل تلك الطلبات إلا هذين الطلبين، لكن على أي حال المجتمع الإقليمي والدولي وحكومة السودان خاصة نائب وزير الخارجية الأمريكي في الوقت روبز ويليك وهنري بيل من بريطانيا قد مارسوا ضغطا كبيرا على الاتحاد الأفريقي، وضغطوا نفس كبير جدا على أخونا مني من نوركاو اللي هو رئيس حركة تحرير السودان آنذاك في أن يقبل الاتفاق، وكان بيعتقدوا أن مني هو الحركة الكبير إذا قبل مني الاتفاق يمكن أن يفرض الاتفاق على الآخرين. نحن نقول غير ذلك، علي هل لم يحصل وبالتالي كيف تفسر حاليا أنكم دخلتم في الاتفاق فخرج مني من الاتفاق؟ أنا أفتكر قبل أن أقول ذلك ما الفرق بين أبوجا والدوحة، أنا أفتكر مهم جدا. يعني إحنا في 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 أبوجا على سبيل المثال جملة العمل السياسي أنه كان في مساعد رئيس الجمهورية من ناحية سياسية. أهم حاجة في الدوحة أننا اتفقنا على أن تتم توزيع السلطة والثروة على حجم السكان. بموجب أبوجا نحن بموجب الدوحة إحنا تحصلنا على تمثيل في مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة بتكون رئيس الجمهورية وبتكون من نائب رئيس الجمهورية ومن النائب الأول. فأصبح لدارفور لأول مرة تمثيل في مؤسسة الرئاسة. لكن بالاتفاق الذي دخل به مني أركويت كان نائبا أو مساعدا للرئيس وبالتالي جزء من مؤسسة الرئاسة. يختلف بين المساعد والنائب الرئيس. مساعد الرئيس وظيفة أوكي معتبرة ولكن لا يرقى إلى درجة نائب الرئيس. الآن حصلتم على نيابة الرئيس؟ تحصلنا، وهذا طلب أهل دارفور. يعني الناس أهلنا في دارفور لما اجتمعوا في مؤتمر كنانة في داخل السودان طالبوا بتمثيل أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة بوظيفة نائب الرئيس. يعني لما تتم مؤسسة الرئاسة هو تمثيل حقيقي، إنما يتم اجتماع مؤسسة الرئاسة من لا يحضر اجتماعات مؤسسة الرئاسة لأنه هو ما عضو فيه، لكن الآن عندما يتم اجتماع مؤسسة الرئاسة الدكتور الحاج أنا يوسف هو بيحضر اجتماع مؤسسة الرئاسة. هذه واحدة. اثنين، تم تمثيلنا في السلطة في الحكومة الاتحادية بحجم سكان دارفور، يعني عندنا 7 وزراء بما في ذلك وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الطرق والكباري، وعندنا وزارات يعني معتبرة جدا لأول مرة كذلك. هذه ثانيا، تم رصد مبلغ 2 مليار دولار لإعادة التنمية وإعادة الإعمار، هذا أيضا غير مسبوق. ثلاثة، تم وضع مبلغ 300 مليون دولار في صندوق التعويضات وجبر الضرر، أيضا هذا غير مسبوق. تم الاتفاق على إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر بمبلغ 100 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 2 مليار دولار لإعادة الإعمار، أنا حقيقة هذا غير مسبوق. تم لأول برضو كذلك إنشاء محكمة خاصة بسم محكمة جرائم دارفور، والآن هي موجودة في الفاشل وتعمل على معالجة هذه القضايا المتعلقة بالانتهاكات حقوق الإنسان. أنا أفتكر كل هذه أشياء غير مسبوقة وهي من الأشياء اللي شمل، لكن أهم من ده كله لأول مرة تم مشاركة المجتمع المدني في التفاوض. يعني إحنا في أبوجا كنا نصر،
أن الحركات المسلحة هي الجهة اللي تمثل أبناء دارفور على السودان. لكننا في الدوحة نحن في حركة تحرير وعدالة وفي حكومة السودان اتفقنا على ضرورة أن يتم مشاركة المجتمع المدني سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو منظمة مجتمع مدني أو إدارات أهلية أو أحزاب سياسية أو قوة حتى بما في ذلك المؤتمر الوطني وأعضاء البرلمان. لذلك الاجتماع اللي انعقد في الدوحة في الفترة من يوم 27 ل 31 سنة 2011 قبل التوقيع بكم 40 يوم جو أكثر من 450 شخص. يعني على سبيل المثال الحزب الشيوعي السوداني كان بمسؤوله الراحل الأمين عام الحزب الشيوعي السوداني أستاذ نقود. المؤتمر الشعبي حضر فيه الدكتور حسن الترابي وتم مناقشة كل الملفات وبإجماع الإدارة فطلبوا مننا أن نوقع على هذه الوثيقة وعلى تلك وثيقة الدوحة للسلام. فبالتالي هذه الوثيقة تمثل إرادة أهل دارفور وكذلك تمثل إرادة أهل السودان وكذلك تمثل إرادة الإقليم والدولي، لأنه عندما تم التوقيع على هذه الوثيقة كان هنالك الاتحاد الأفريقي، هناك الاتحاد الأوروبي، هناك الجامعة العربية، هنالك المؤتمر الإسلامي، هنالك الأمم المتحدة، يعني كافة، وهناك الدول الخمسة أعضاء المجتمع الدولي. لذلك اتفاق الدوحة اتفاق شامل غطى وعالج كافة القضايا اللي بيعالج. طبعا اتحاد التفاوض لا تحصل المهم فيها، لكن ما تحصلنا عليه من 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 مكتسبات في دارفور وللسودان كان افتكر كافية جدا، وما تبقى حقيقة من الأشواق أهل دارفور وأهل السودان يتم إكماله عبر العمل السياسي الممنهج المتفق عليه وفق الأساسيات والمؤسسات السودانية. عندما وردت الأنباء تتحدث عن اتفاق الدوحة خيل لأي مراقب وخصوصا المراقب للشأن السوداني أن هذا الملف ملف دارفور التاريخي ومفتوح قد طوي. بعد ذلك لا لم يطوى، هناك جبهة ثورية، هناك مقاومة مسلحة، هناك فصائل أخرى لم تدخل في هذا الاتفاق، وبالتالي لدينا شعور أن هذا الملف مفتوح، ما زال مفتوح حتى أشهر. كيف تفسر ذلك؟ إحنا حقيقة رأينا من أخ مني قبل أن يتم التوقيع لأبوجا في طلبنا منها أن يتم تأخير التوقيع عليه حتى يكون التوقيع شامل، لأن التوقيع جزئي لا يجلب السلام في دارفور. الأخ مني لتقديرات والحسابات أخص بحركته قد وقع على ذلك الاتفاق، ولكن أيضا لما دخل الحكومة كان هنالك إشكالات. استطيع ان احدد ثلاث مشكلات. اول حاجه، واحد، ليس لم يتمكن الاخ مني والحكومه السودانيه في بناء ثقه بينهما وهما طرفا الاتفاق. ظل الاخ مني يشتكي وظلت حكومه السودان تشتكي من اسلوب وطريقه التعامل مني مع الحكومه السودانيه. هذه واحده. اثنين، ظل الاخ مني معارضا وجزء من الحكومه في نفس الوقت. ثالثا، الاخ مني لم يتمكن من اكمال الترتيبات الامنيه. رابعا، الأخ من لم يتمكن من التحول من حركة مسلحة إلى حزب سياسي يستطيع أن يخوض الانتخابات إما مفردا أو بتنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية أو غيرها من الأحزاب. لذلك عندما تم الانتخابات حقيقة الأخ من وجد نفسه هو يعني لأنه الاتفاق السياسي بيكتمل بفترة الانتقالية، يعني نحن الآن بعد 4 سنوات الاتفاق السلام الدوحة من ناحية سياسية بينتهي. فإما يكون عندنا القدرة كحركة تحرير وعدالة أن نتحول إلى جسم سياسي يستطيع أن يصارع ويستطيع أن يتعاون إما مع الحكومة أو مع أحزاب المعارضة أو تكون مستقلة، هذه تستطيع أن تخوض الانتخابات وتتحصل ما تتحصل من ثقة الناس وفق برامجها، أو كمان تحيل نفسها. لذلك الأخ مني ما قدر يتعاون مع الحكومة السودانية وما يتحول لحزب سياسي ولم يكمل الترتيبات الأمنية، وبالتالي لما حصل الانتخابات والفترة الانتقالية انتهت وتم نهاية الفترة وجد نفسه حقيقة هو في معزل من العمل السياسي. كان يمكن أن نصبر ولكن آثر أن يخرج إلى الخارج، وبالتالي خرج من خرج. نعم، ونتمنى أن يعود، يعني هو خرج الآن. نعم، هو الآن في صفوف المعارضة. طيب، غريب الموضوع أنه هذا الاتفاق هو اتفاق إقليمي، اتفاق دولي، هناك رعاية لكل هذا الاتفاق، ومع ذلك أيضا المعارضة المسلحة من وراءها؟ هي معارضة محلية أم هناك أجندات أخرى برأيك؟ أنا أفتكر الفرق، أهل دارفور قالوا كلمتهم وأهل السودان قالوا كلمتهم والمجتمع الإقليمي والدول الجوار قالوا كلمتهم. عندما اجتمعنا حقيقة في الدوحة قبيل التوقيع، أنا زي ما قلت من يوم 27 ليوم 31 شهر 5 اللي هو نحن القانون 14/7، يعني الناس بالإجماع قالوا هذه الوثيقة تلبي رغبات أهل دارفور وهي تلبي رغبات أهل السودان، وما تبقى من الرغبات ومن الطموحات يتم إكماله عن طريق العمل السياسي. هذا خلاص ذكر عليه الناس كله. لذلك الذين خرجوا في واحد من الاثنين، إما هذا الاتفاق لم تلبي طموحاتهم الشخصية ولم تلبي رغباتهم الشخصية، هذه واحدة.
اثنين لم يتمكنوا من ان يسيروا الوظيفه في ذلك الوقت. على سبيل المثال اخواننا في حركه العدل المسوي مجموعه جبريل ابراهيم اللي هو المرحوم خليل كان موجود الله يرحمه، كانوا موجودين معنا في أبوجة في الدوحه، هم اللي فتحوا المنبر واصلوا معنا في التفاوض. حتى لما عملنا المؤتمر يوم 27/31/5 كانوا جزء من ذلك المؤتمر. فقد انسحبوا قبل التوقيع بعدد من الساعات بغرض ان الوثيقه يعني الحكومه ما تستطيع ان تنفذ الاتفاق. احنا قلنا والله نعم نحن لا نستطيع ان نحكم ان الحكومه ما تطبق الاتفاق، دعونا نوقع هذا الاتفاق ونذهب الى السودان، واذا الحكومه ما طبقت نستطيع ان نتخذ من الاجراءات ومن الوسائل يعني اللي خلينا نجبر الحكومه على التطبيق. ما الخوف من ذلك؟ نعم، ما الخوف من 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 طرح من هذا النوع، ان تدخل الى الحكومه تنضم باتفاق وبعد ذلك بامكانك حتى العوده الى المعارضه اذا كان انا افتكر السبب الرئيسي وراء عدم دخول اخواننا في حركه المجموعه بتاعت جبريل ابراهيم الان وقتها المرحوم خليل الله يرحمه، هو حقيقه هم كانوا طرف اقصائي، عايزين هم فقط يكونوا المسؤولين من المنبر، ما عايز اي طرف ان ينضم الى المنبر وهذه طبعا ما بمشي في العمل السياسي. انت لابد عندك القبول في ان تقبل الاخرين، لانه لا نحن في حركه تحرير وعداله كان عندنا القدره وعندنا الرغبه في ان نتعاون مع مني اذا ما خرج، وكان عندنا الرغبه والقدره ان نتعاون مع الاخوان في العدل المسوي قبل ذلك، لكن الاخرين كانوا اخواننا في ناس مني كان ممكن انه بقدر من الـ من الـ من المرونه في التعاون مع الاخرين، لكن اخواننا في العدل المسوي كانوا واضحين جدا انهم لا يستطيعون ان يقبلوا اي شخص في دارفور باستثناء حركتهم، هذا غير مقبول. وحقيقه اساس الخطا بتاعت لانك انت تقاتل من اجل ان هنالك تهميش سياسي قد تم لك، فلا يعقل ان الذي يقاتل من اجل التهميش السياسي يرفض الاخرين ويريد ان يهمشهم وهو لسه ما وصل السلطه. لذلك كان هذا اساس الخلاف بيننا وبين اخوتنا في مجموعه جبريل ابراهيم، ولا هذا لا هذه اللحظه. فيما يتحدث هل في اتصال في تفاوض في شكل من اشكال لا، نحن اخي الكريم عندما عملنا مؤتمر اهل دارفور حضروا اكثر من 1229 شخص في مدينه الفاشر من كافه مكونات اهل دارفور المختلفه في الفتره من يوم 10 و12 شهر 7 سنه 2012، طالبونا بضروره اكمال الترتيبات الامنيه لحركه تحرير وعداله وجمع السلاح من كل اهل دارفور وارسال وفد من ابناء دارفور لكي يبلغوا اخواننا اللي ما وقعوا اتفاق ان اهل دارفور يرغبون في السلام. وقد تم تكوين ورق رئيس السلطه الاقليميه الدكتور تيان السيسي قد اصدر قرار بموجبه تم تكوين لجنه عاليه المستوى من ابناء دارفور الحادبين على توصيل رغبه اهل دارفور وصوت اهل دارفور ومقررات حقيقه مؤتمر اهل دارفور الى اخواننا في العدل المسوي السوداني وفي في لوكي داك واخواننا في حركه تحرير السودان بجناحين عبد الواحد محمد نور ومني. وقد ذهب الاخ الحاج صديق ودع هو رجل معروف من دارفور، قد اجتمع بهم في كامبالا في يوم 27/28/29 شهر 12 سنه 2012 وبلغ رساله انه اهل دارفور عايزين السلام، فاذا انتم عايزين لاهل دارفور السلام فانضموا الى وثيقه السلام باعتبار هو الوثيقه التي قررتها اهل دارفور وقرر اهل السودان وقررها المجتمع الاقليمي والدولي، ونحن لازم ننتظر ان ينضموا الى هذه الوثيقه. بالتالي هذه الوثيقه برايك هي وثيقه سلام نهائيا لا يمكن تعديلها لارضاء هذا وذاك، ام باستطاعتنا ان نتناول ان هناك مرونه في الوثيقه؟ طرفا الاتفاق حكومه السودان وحركه تحرير العداله قد اعلنا والوساطة المشتركة بما في ذلك دولة قطر قد أعلنوا مرارا وتكرارا أن الوثيقة مفتوحة، ما هي ما اتفاق هي وثيقة، نحن لم نوقع على الوثيقة، نحن اعتمدنا الوثيقة وطلبنا من الأطراف اللي عندها أي رغبة وعندها أي مأخذ على الوثيقة أن يقبل الوثيقة كأساس للتفاوض، وهذا ما تم. أخونا الشهيد محمد بشر والأخ الشهيد أركو الضحية اللذان تم اغتيالهم عن طريق حركة عدل المسوي السوداني قبل فترة من الوقت، هم كانوا في عدل المساواة السودانية قد توافقوا على أن الوثيقة هو الأساس، لأنه شاركوا فيه. نعم، هم وافقوا أن الوثيقة هي الأساس، لذلك عملوا مفاوضات ووقعوا على اتفاق أضافوا بعض الأشياء إلى الوثيقة ولكن الوثيقة هي الأساس. فنحن لا نصر ولا نقول الوثيقة هي كاملة، It's not perfect، لكن أعتقد أنه الوثيقة قد لبت أكبر من طموحات أهل دارفور. لذلك الذين يودون أن ينضموا إلى هذه الوثيقة يمكن أن يعتبروا الوثيقة هي الأساس، ومن ثم يمكن أن يناقشوا ما لهم من مآخذ أو ما لهم من إضافات إلى الوثيقة. والأخ رئيس السلطة الإقليمي ورئيس حركة تحرير وعدالة والأخ الأمين العام الدكتور تيان السيسي والأخ بهر الدين بقردة قد كرر، وأنا رئيس القطاع السياسي أكرر الآن، إحنا نفتكر الوثيقة هي الأساس، أما إذا في زول بيقدر يجيب أكثر من الوثيقة دارفور ما عندنا إشكال أصلاً، لكن المهم أنه هنالك أساس للتفاوض
قبول الوثيقة كأساس، وهي الوثيقة. لكن من خلال جوابك معالي الوزير وكأنك تقول أن هذا الحراك المسلح الحالي هو أسباب محلية ليس لها علاقة بأجندات إقليمية أو حتى بهذا التناقض الشمالي الجنوبي. طبعا الأخير. دون شك لأي نزاع له، أنا أفتكر إذا كان القضية قضية أهل دارفور وإشكال أهل دارفور وتهميش أهل دارفور قد تم معالجته بالطريقة السياسية التي قلتها. لذلك الذين يقاتلون الآن إخواننا في مجموعة جبريل إبراهيم وإخواننا في حركة أهل السلام بجناحين، أنا أعتقد لهم أجندة، يعني هم أعلنوها مرارا وتكرارا ووضوحا أنهم يودون إسقاط الحكومة الحالية. نحن نقول لماذا تستخدم، لماذا يستخدم أبناء دارفور في إسقاط الحكومة؟ لماذا لا يشارك الشمال والشرق والوسط كل أهل دارفور في إسقاط الحكومة؟ لذلك استخدام الكادر الدارفوري واستخدام أرض دارفور حقيقة الإسقاط الحكومة هذا بيجلب كثير جدا من الدمار والشتات وبيخلق كثير جدا من كيف تفهم أيضا أنه هناك تحالف قوى الإجماع الوطني تتحالف أيضا مع هذه الجبهة الثورية وكأنه أعطوا لهذا الحراك المسلح شرعية سياسية؟ أنا لا أعتقد، ليس هنالك جبهة ثورية مسلحة حقيقة، يعني أنا أفتكر هنالك جسم هلامي ما واضح قد أعطي أكثر مما تستحق حقيقة. ألا عايز أقول مهم جدا، الجبهة الداخلية يعني كل الأحزاب اللي أعلنوا، ممكن يكون في أفراد من الأحزاب لكن ليس هنالك الأحزاب السياسية الكبيرة اللي شاركت هي طلعت بيانات واستنكرت ذلك وبمرارة وتكرار. لكن دعونا نسأل خيارين، هل يمكن للجسم اللي انت سميته الجبهه الثوريه هل تستطيع ان تسقط الحكومه؟ الاجابه كالاتي، لا تستطيع لكن باستطاعتها لا ان تربك امنيه. دعنا احلل لك، المرحوم يونغران هو يعني كان الدعم السياسي واقليمي وكل جنوب السودان معه، قاتل لمده بتاع 23 سنه لاسقاط الحكومه، كان معه مولانا مرغن في الحكومه في حزب الاتحاد الديمقراطي، كان معه صادق المهدي ودعك من ما حزب الشعب السوداني اطراف بعض جزء منه، ولكن بعد 23 سنه وصل الى قناعه انه لا يستطيع ان يسقط الحكومه، فعمل اتفاق سياسي في ابوج في نيفاشا، تمكن بموجب الاقوام في جنوب السودان تحصل على دولتهم المستقله ذات السياده الان موجوده بحدود. عايز اقول لك كان حقيقه ياسر عالمان كان جزء من الحركه الشعبيه، الاخ هيلو كان جزء من الحركه الشعبيه، ولا عقا كان جزء من حكومه الحركه الشعبيه، فشنو الجديد؟ الذي فشل قرر ان يعطيها الاخوان. لذلك انا افتكر ونحن في 2004 كنا نحن نقاتل وقرر كان يقاتل وجبهه الشرق تقاتل، يعني في السودان لذلك الشرق ودارفور والجنوب وجود قرن لم نتمكن من اسقاط الحكومه. لذلك انا افتكر في تقديري الذين يحلمون باسقاط الحكومه عن طريق عمل العسكري حقيقه فرص بتاقل من 10%. هذه واحده جانب الشيء الثاني قول اسقاط الحكومه، هل الذين يأتون خير من الحكومة الحالية؟ يعني الأخ جبريل اللي مشى دخل الحدود التشادية وارتكب جريمة قتل الأخ محمد بشر وقتل الأخ مرقو ضحية وعدد من الآخرين وأسر أخ لغن فقط مجرد أنهم قد اقتنوا بالسلام، الشخص اللي بيعاقب الشخص الذي يعني عشان عمل السلام هل هو شخص ديمقراطي؟ عبد الواحد الذي الأخ عبد الواحد الذي ظل موجودا في كامبالا طيلة هذه الفترة واللي كان موجود في فرنسا، أنا لا عايز أقول يا أخي الكريم نحن ما تقدرنا كل أخواننا، لكن أنت تعمل تغيير إلى الأحسن. أريد أن أسألك سؤال شخصي، حضرتك طالما كنت في صفوف المعارضة كنت حليف مع هذه الفصائل، هل حضرتك تعتبر أنه هذا هو اتفاق السلام وبالتالي من هو ضد اتفاق السلام فهو خارج عن القانون ويجب أن يعامل ضمن هذا معاملة أمنية عسكرية، أم أيضا بصفتك كنت هذا الزميل القديم تقول لنجرب مقاربات أخرى من أجله؟ يعني حضرتك متفائل في إمكانية ضم إلى الوثيقة أم لا؟ هم قرروا الحرب فلنحارب. أنا في تقديري أهل دارفور قالوا كلمتهم وأهل السودان قالوا كلمتهم، وثيقة سلام الدوحة هو الوثيقة اللي تبع معالجة قضايا أهل دارفور وأهل السودان. الأخوان اللي لا زالوا يقاتلون، أنا أفتكر هم يقاتلون ما أقول يعني في بلاش، لكن يقاتلون في 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 أشياء تخصهم هم، بخص أغراضهم وبخص طموحاتهم وبخص مشاكلهم، وليس مشكلة أهل دارفور أهل السودان. هذه واحدة. اثنين، هم يقاتلون قتالا خاسرا. ثلاثة،
أنا في تقديري ولا هذه اللحظة كرئيس للقطاع السياسي أدعوهم أن يستجيبوا ولنا القدرة على ذلك. حكومة السودان ونحن فرقة تحرير وعدالة لازلنا عشمانين وعندنا طمع في أن ينضموا إلى وثيقة الدوحة للسلام، ونحن عندنا القدرة على أن نستوعبهم ونتعامل معهم وأن نعمل حقيقة على تغيير الحكومة عبر الوسائل الديمقراطية، ونحن الآن مقبلين على الانتخابات سنة 2015. هل يؤمن لهم دور داخل الحكومة، دور يليق بما يريدونه؟ أخي الكريم، أود أن أقول لك نحن وفق الوثيقة لنا مساعد رئيس الجمهورية، الوظيفة اللي كان محتله الأخ مني حتى هذه اللحظة ظل فارغا، لم نمن له. نحن جاءنا وظيفتين، وزيرين اتحاديين، أخذنا وزارة الصحة الاتحادية، ولا زال هنالك وزارة اتحادية الآن فارغ موجودة. تحصلنا العربة وزارة دولة، شلنا وزيري دولة، ولا زال هنا وزيري دولة شاغرات. على مستوى السلطة الإقليمية احنا شلنا ثلاث وزارات، ولا زالت هناك ثلاث وزارات شاغرة. على مستوى جهاز التشريع للسلطة الإقليمية عندنا 34 نائب، شلنا 17 نائب، ولا زال هنالك 17 نائب موجود. اللي عايز أقول هنالك فرص يمكن أن يستوعب هؤلاء الإخوة ولهم دور، يمكن أن ننضم كل الأصوات مع بعض في أن نعمل على تغيير الحكومة فقط تغييرا سلميا لا عنف. في القسم الثاني سأسألك عن هذه التنمية والبنى التحتية في ظل هذا الوضع الجديد في دارفور، سأسألك أيضا عن السلطة الأقليمية لدارفور بالإضافة إلى ذات التوتر بين الشمال والجنوب، إضافة إلى ملفات أخرى طالما بإمكان الوقت أن يسمح بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. السودان الملفات العصية، هذا المساء ضيفنا معالي الوزير تاج الدين بشير نيام، وهو وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور. أذكر أيضا بأنك كبير المفوضين ورئيس قطاع سياسي في حركة جيش التحرير والعدالة. طبعا أول سؤال، السلطة الإقليمية لدارفور ماذا تعني بالمعنى الإداري السياسي في السودان؟ حقيقة احنا السودان بتكون من يعني النظام الإداري، الهيكل الإداري في السودان بتكون من ثلاثة حكومة اجتمع بعض في أن نعمل على تغيير الحكومة فقط تغييرا سلميا لا عنف. في القسم الثاني سأسألك عن هذه التنمية والبنى التحتية في ظل هذا الوضع الجديد في دارفور، سأسألك أيضا عن السلطة الأقليمية لدارفور بالإضافة إلى ذات التوتر بين الشمال والجنوب، إضافة إلى ملفات أخرى طالما بإمكان الوقت أن يسمح بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. السودان الملفات العصية، هذا المساء ضيفنا معالي الوزير تاج الدين بشير نيام، وهو وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور. أذكر أيضا بأنك كبير المفوضين ورئيس قطاع سياسي في حركة جيش التحرير والعدالة. طبعا أول سؤال، السلطة الإقليمية لدارفور ماذا تعني بالمعنى الإداري السياسي في السودان؟ حقيقة احنا السودان بتكون من يعني النظام الإداري، الهيكل الإداري في السودان بتكون من ثلاثة حكومة اتحادية، ولايات ومحليات. بموجب اتفاق سلام الدوحة اللي تم توقيعه يوم 14/7 سنة 2011 أدخل جسما جديدا سموه السلطة الإقليمية، وهي يعني ما مستوى من المستويات الحكومة، لكن أيضا أكبر من الولايات وأقل من الإقليم. فأصبح في دارفور هنالك حكومة اتحادية، سلطة إقليمية، ولايات، ثم محليات. وتتكون السلطة الإقليمية من رئيس السلطة الإقليمية هو الدكتور تيجاني سيسي، وعنده خمسة نواب، ولايات دارفور الخمسة، شمال وجنوب وشرق ووسط وجنوب دارفور الخمسة ولايات، هم النواب لرئيس السلطة. فيه 11 وزير وخمسة مفوضيات، ده بيسموه الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية، وهو الجسم المعني بتنفيذ الاتفاق العربي بالتعاون والتنسيق مع حكومة الاتحادية وبدعم من شركاء التنمية الدولية. وهذا الجسم بيتم كل شهر
بغرض مراجعة العمل، وعنده سلطات. هي شبه حكومة محلية. نعم، هي حكومة بتجمع بين، هي جسم عالي المستوى بتعمل على تنسيق وتنفيذ الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبولايات الولايات. يعني الولايات الخمسة الآن في هناك جسم فعالي بينسق بيناتهم في العمل السياسي والأمني، وهي المكلفة بإنزال الاتفاق على الأرض بالتنسيق والتعاون. مهمتك كوزير لإعادة التنمية وإعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية، وكأنك تريد أن يعني مهمة أساسية، هذه أساسا المشكلة الأساسية في دارفور هي مشكلة التنمية. أولا، هل لديك الميزانيات الكافية؟ ثانيا، هل لديك الوعود الحقيقية من الحكومة المركزية؟ وثالثا، هل بالإمكان أن تقوم بدورك دون أن تصل إلى السلام الكامل، دون أن تتوقف هذه الجماعات عن استخدام العنف؟ أولا، تظل القضية السياسية أيهما أهم، القضية السياسية والقضية الاجتماعية. دون شك المسألة الاجتماعية واحدة من الأسباب اللي أدت إلى النزاع في دارفور. يعني عدم توفر فرص العمل وعدم وجود مشروعات كبيرة، سواء كان مشروعات تنموية ومشروعات اقتصادية، المشروعات المتعلقة بالطرق، المشروعات المتعلقة بالكهرباء، المشروعات المتعلقة بالثروة الزراعية. ورغم أن دارفور من الولايات الغنية جدا، والسودان من الولايات الغنية جدا، حتى يمكن أن نستغنى عن البترول إذا تم استغلال تلك الموارد الاجتماعية، الموارد البشرية والمعدنية والحيوانية وغيره. لذلك أهم واحدة من الوزارات المهمة جدا المكلف بتنسيق والتعاون في إنفاذ المشروع اللي هي وزارة إعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية، واللي ولاية الوزارة اللي تشرف برئاسته. إحنا نعتقد واحدة من الملفات الخمس، إحنا ناقشنا 6 ملفات في الدوحة، في أبوجة في الدوحة. هنالك ملف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، هنالك ملف عن مشاركة في السلطة، هناك ملف عن مشاركة في الثروة، هناك ملف عن التعويضات، عودة النازحين واللاجئين المقيمين الأصلية، يضاف هنالك ملف عن العدالة والمصالحة، وأخيرا ملف عن الترتيبات الأمنية ووقف النار الشامل. هناك ملحق بيسموه الجداول الزمنية، بالإضافة إلى حوار تشاور الدارفوري ولجنة المتابعة الدولية. هذه هي مكملة الملف بتاعة وثيقة الدوحة للسلام. يبقى الملف الثروة، واحدة من الملفات المهمة جدا. يعني اتفقنا على إعادة تعريف الثروة، واتفقنا أنه واحدة من المهام الأساسية للحكومة الاتحادية والسلطة أن يعمل على محاربة الفقر، ويعمل على إعادة البنية التحتية اللي هدمتها الحرب حقيقة. يعني حتى البسيطة الموجودة اللي بفعل الحرب تم تدميره. واتفقنا أنه لا يمكن أن يتم إعادة الإعمار والتنمية فقط في إطار الموارد المحلية حكومة السودان، خاصة بعد خروج البترول الموازنة المالية بحكومة السودان. احنا في هذا الإطار اتخذنا 3 مواقف. 1، أن تقوم حكومة الاتحادية بدفع مبلغ 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات، 200 مليون دولار في السنة الأولى. هو تقديركم كافي؟ هي ما كافية، لكن اللي يمكن كان يمكن أن توفر حقيقة. هذه واحدة من يعني هي مجموعة موارد، هذه واحدة من الموارد، ونستخدم هذه المبالغ في الفترة المختلفة لإعادة الإعمار. اثنين، اتفقنا أيضا على ضرورة عقد مؤتمر للمانحين، وقد تم ذلك في الدوحة في الفترة من يوم 8 و9 أبريل 2013 في الدوحة، حضروا عدد كبير جدا من الدول الإقليمية والأبريلية، وحصل حقيقة التزامات مالية الآن نحن شغالين فيه. 3 أيضا، التزامات تحترم، يعني هي محترمة جدا. نعم، هنالك بعض الكثير جدا من الدول والمؤسسات اللي طالبت بأننا تقوم بتقديم مبلغ، وإحنا حقيقة قبل أقل من أسبوعين وقعنا على منحة من البنك من الصندوق العربي للإمارة الاقتصادي والاجتماعي مبلغ 200 مليون دولار قدمت الصندوق في وزارة المالية الاتحادية، وأنا حضرت نيابة عن حكومة السلطة الإقليمية، لأن رئيس السلطة كان ما موجود. وقعنا على هذا المبلغ من صندوق واحد فقط اللي هو الصندوق العربي للإمارة الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي أيضا طلب منا نقدم مشروعات، وهنالك منظمات. كيف يجري تنفيذ المشروعات، من خلالكم أو من خلال؟ سوف آتي لذلك، ولكن أيضا لابد أن أشار جدا حقيقة دولة قطر اللي بلغ بمبلغ 500 مليون دولار. ليس هذا فقط، قد وافقت على الفور بتسليم بتبديم القسط الأول من المبلغ الآن نحن بحوزتنا. أيضا المنظمات الدولية والإقليمية في الدول العربية والإسلامية يعني شاركت لأول مرة بمشاركة واسعة، وقدمت دعما ماليا ملحوظا واضحا في الدوحة غير مسبوق لذلك. أيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة العربية. فاللي عايز أقول هنا حقيقة الدوحة قدمت دعما سياسيا غير مسبوق لوثيقة الدوحة للسلام، كما أنها قدمت دعما ماديا. ليس هذا فقط، وافقنا أن تنعقد الاجتماع بعد 2 سنين
كويس. نحن الآن في السلطة الإقليمية علاقة رئيس السلطة لكن المواطن في دارفور بدأ يشعر بذلك؟ نعم، هذا هو الذي أود أقوله. يعني في طيلة الفترة الماضية لظروف السودان المالية لم تتمكن حكومة السودان من تقديم المبلغ. الآن حكومة السودان رغم ظروفها المالية الصعبة جدا قدمت مبلغ 200 مليون دولار. يعني ما يسأل. الآن نحن ما الخطة؟ ما الخطة؟ ما الأولويات؟ الخطة أن تقوم السلطة الإقليمية بالتنسيق مع ولاة الولايات ومع الحكومة الاتفاقية بصرف مبلغ 177 مليون دولار في خلال 6 شهور من تاريخ المؤتمر. ونحن الآن نعمل، يعني قبل ما أنا آتي حصل اجتماع لوزراء التربية والتعليم ولاية دارفور الخمسة، حددوا 5 أولويات في مجال التدليس والكتاب المدرسي والتعليم الإلكتروني وكذلك التدريب والتأهيل يضاف لبناء بعض المؤسسات. هذا في مجال التعليم. هنالك اجتماع، في الاجتماع الأخير اللي انعقد يوم 9 يوم 8 شهر 5 يوم 8 شهر 6 يعني قبل أسبوعين فقط أيضا، وفي الاجتماع الجهاز التنفيذي للسلطة اللي هو رئيس السلطة الأولى والوزراء والمفوضين وافقوا على تبني مشروع إكمال مشروع مياه بتاع ولاية دارفور الخمسة. في 3 ولايات، شمال دارفور وجنوب دارفور غرب دارفور، في مشروع مياه قطع بعض الشوط. طلب مني كوزير لإعادة الإعمار وبنى التحتية أن أتبنى ذلك، وقد عقد اجتماع يوم 11 من هذا الشهر يعني في قبل حوالي 7 أيام في مدينة الخرطوم. حضروه نائب والي ولاية جنوب دارفور الأخ عبد الكريم موسى، والنائب والي ولاية غرب دارفور وهو وزير التخطيط الأخ أبو القاسم، وكذلك نائب والي ولاية وسط دارفور الأخ أحمد موسى. يعني اتفقنا أنه نكون لجنة مشتركة ليزوروا ولاية دارفور الخمسة، الولاية 3 اللي إنهم قبل كده مشروع نكملهم. وبالنسبة لولاية شرق دارفور ولاية وسط دارفور ولايتين جديدتين، طلبنا من وزراء المعنيين بأن يقدم لنا مشروع متكامل عن مياه. أنا أفتكر هذا مهم جدا. نتحدث عن إكمال طريق الإنخاذ الغربي، نتحدث عن ربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، نتحدث عن رصد مبلغ 260 مليون دولار لإعادة الخط السكحديد، نتحدث عن تقديم خدمات أساسية في مجال الصحة والمياه، ووزراء الصحة الخمسة اجتمعوا الآن شغالين. لذلك اللي عايز أقول نحن لا نستطيع أن نغطي كافة المجالات، لكن كسلطة الآن بدأنا بعد أن توفر لنا المبلغ اللازم، والآن خلال السلطة أن يرابط في مدينة الفاشر. كيف بإمكان كل هذا الجهد أن ينهي نهائيا ظاهرة المخيمات واللاجئين وكل ذلك؟ تظل الأولويات حكومة السلطة الإقليمية والحكومة الواحدة من الأولويات هي إعادة الإعمار وكذلك إعادة الناس إلى مقيمة الأصلية أو مناطق يختارونها طوعا. يعني إحنا أعطينا للنازحين واللاجئين خيارين، إما نرجو إلى مقيمة الأصلية أو مناطق يختارونها أو ينضموا إلى المواقع اللي موجودة. يعني في جزء من موجودين في المواقع بيفتكروا أنه والله دي نقوله في المدينة. يعني مثلا في أبو شوك واحدة من المعسكرات الكبيرة في شمال دارفور، كلمة واحدة من المعسكرات الكبيرة في جنوب دارفور، الحميدية واحدة من المعسكرات الكبيرة في وسط دارفور. أبو فاللي أدينا رغبة، اللي عنده رغبة يرجع إلى محله الأصلي أو محل اختار، أهلا وسهلا. اللي عنده رغبة عايز يكون جزء من المدينة ممكن يكون هو جزء من المدينة. يعني يقوم الحكومة ووزارة التخطيط وولاة الولايات بتخطيط المول، وقد أبلوا ذلك كل الولاة أبدوا رغبتهم في أن يقوموا بتحديد المواقع وتقديم الخدمات، وأن تتحول تلك المدن يعني هي امتداد طبيعي للمدينة وتنهي ظاهرة المعسكرات هذه. مع الوزير أنا أريد أن أستغل خبرتك في موضوع دارفور، سواء كنت في المعارضة قبل ذلك والآن في الحكومة، لنفهم منك لماذا كلما اقتربنا من إقفال ملف تفتح ملفات أخرى، تفتح جبهات أخرى. هل لأن الاتفاق على توزيع الثروة والسلطة بدأ يغري كثير من المناطق؟ كيف تفهم ماذا يحصل شمال كردفان، جنوب كردفان، النيل الأزرق، كل ذلك بخبرتك التي ممكن أن تنصح بها الحكومة المركزية والتي انضميت إليها، كيف تفسر ذلك؟ أنا أفتكر القتال والنزاع حول الموارد هي شيء طبيعي سوف يستمر، ولذلك قضية دارفور هي جزء من النزاع العالمي والإقليمي والدولي، له أجندة الداخلية، له أجندة الخارجية، وله أجندة الداخلية للذين يقومون بهذا النزاع. لكن القاسم المشترك هو الجهة اللي هي تتخذ القرار، هو زي الحكم في المباراة وأهل دارفور. أنا أفتكر أهل دارفور وأهل سن هم اللي بيتخذوا القرار. أهل دارفور قالوا والله الاتفاق ده بيلبي رغبتنا، فلذلك دعوتنا للأخوان اللي سواء كانوا مني أو جبريل أو عبد الواحد
إذا أنتوا عايزين رغبة أهل دارفور، رغبة أهل دارفور في منطقة دوحة للسلام. إذا عايزين رغبة الإقليمية والدولية، رغبتهم في منطقة أهل دارفور والسودان. فلا هنالك أي خيار سوى أن يعودوا إلى هذا الموقع. سوف يعودون ذلك إما طبعا كرها، وأرجو أن يعودوا طبعا، هذه واحدة. فيما يلي المناطق الأخرى، أخواننا في جنوب كردفان وأخواننا في نيل الأزرق كانوا جزء من يعني أعطاهم المشورة الشعبية، وقد تم جزء منه ويتم الآخر. لكن اللي حصل أنه الآن الأخوان يعملون بتحويل القضية من قضية محلية بتاع حقوق إلى قضية سياسية كاملة. يعني أنه الآن هم يعلنون أنهم سوف يودون إسقاط الحكومة. لكن ليه ناس ألين تأثرهم بكم وبتجربتكم أيضا؟ لا، نحن قلنا نطالب الحقوق، إنما تم الموافق على الحقوق ووقفنا ذلك. أنا قناعتي، لكن الحقوق ليست تفصيل، دخلتم في السياسة أصبحتم جزء من السلطة. نعم، أليس هذا ما يريده الآخرون أكثر؟ نعم، هنالك مساحة. الآن هنالك التفاوض بيتم في أديس أبابا بين أخواننا في نيل الأزرق وفي كردفان. أنا طبعا لا أعترف هنالك جسم يسموه الجبهة الثورية على الإطلاق يعني. لكن اللي عايز أقول، اللي عايز يسقط الحكومة يمكن أن يسقط ذلك عبر الانتخابات الحرة المباشرة، عبر إقناع المواطن في دارفور في السودان. والله يا أخي أنا برنامج أحسن من أنتشر بحضرتك. هناك مساحة استخدام السلاح لا ينفع مع الحكومة لا الليل ولا غدا، لكنه ينفع في إجبار الحكومة على توقيع الاتفاق الذي وقعه، يقنع الحكومة في أن جلوس إلى التفاوض. وهذا يمكن، لكن أي يعني أنا في تقدير الليل لو في فرصة للتغيير، نحن في حركة العدالة اليوم، لو في فرصة أن أغير الحكومة بالقوة أنا لا أفضل ذلك اليوم. لأنك سوف تدخل في دوامة أخرى. ما دام هنالك مساحة للعمل السياسي المباشر، نجبر الحكومة أن تعمل انتخابات شاملة مراقبة إقليميا ودوليا، يحصل تحول ديمقراطي تدريجي شامل. أنا حقيقة أنا مع التحول الديمقراطي تدريجي شامل، الذين يودون تغيير هذا الحكومة نعم، فلنغيره عبر العمل السياسي المباشر، عبر الانتخابات القادمة، عبر المراقبة، عبر إقناع الشعب السوداني بأن، لأنك عندما تصير حقيقة، عندما تقاتل عندك مساحتين، عندك فرصة. الحكومة يقول أنا عندي مساحة أجلس، وإني عندي مساحة في أنا أتحول إلى انتخابات. لماذا نخشى من الانتخابات؟ لماذا نريد أن نجبر الناس على 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 تغيير حكومة بالقوة؟ هذا لا يحصل، وإذا حصل سوف ندخل في الدوام. أنا الخطورة في الذين ينادون بإسقاط الحكومة في أنهم أول حاجة ما بيتم. أنا قلت لك هي أقل من 10%. وإن تم 10% إلى إسقاط هذه الحكومة، أيضا سوف ندخل حقيقة في صدامات داخلية يعني ومنطق هيحصل زعزعه لمنطقه بحيرة. تقول الافضل ان ناتي الى التفاوض، هل ما يجري هي الافضل؟ مش الافضل، هي ما في خيار. لا مناص، ليس هناك خيار. هل حاليا المقاربه التي تستخدم التفاوض في مناطق كردفان والى اخره مقاربه ناجحه بامكانها ان توصل الى 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 خواتيم ايجابيه؟ يمكن ان تكون ناجحه اذا كان للزعامات والقيادات عندها رغبه في ان تصل الى سلام حقيقي، إذا عندها رغبة في أن تعالج قضايا النيل الأزرق وكردفان ودارفور، ولا تنجح إذا لهؤلاء الأخوان أجندة داخلية وخارجية وإقليمية يودون أن يستخدموا جنوب كردفان ويستخدموا منطقة النيل الأزرق ويستخدموا دارفور كخطوة لتصفيات القضايا الخارجية واستخدام الأجندة الخارجية. المشاكل في كردفان لا تعتبرها مشاكل ضخمة بضخامة دارفور أو بضخامة التناقض مع الجنوب؟ هي طبعا هي ضخمة، لكن ما ضخمة الآن. اليوم حظ الصباح تم افتتاح الدورة الرياضية في كردفان لأول مرة في تاريخ السودان، وسوف يستم ذلك في شمال دارفور لأول مرة برضو في تاريخ السودان. اللي عايز أقول حقيقة نعم هنالك يعني بالإقبال الإعلام الواسع وبالتلفزيون أصبح الأمور كبيرة، لكن اللي عايز أقول حقيقة أنا في قناعتي الشخصية أن الأخوان اللي بقاتلوا في النهاية سوف يلفون سنة سنتين مثل ما حصل في الحركة الشعبية بعد 20 سنة. سوف يعودون إلى ما بدأ الآن، ما بيأخذ 20 سنة. يعني على سبيل المثال الحكومة الاتحادية قبل أيام قفرت البترول، لأنه أخواننا في جنوب السودان إحنا طلبنا منهم أن يستخدموا الموارد لبناء دولة جنوب السودان، ونحن نود أن تكون هناك علاقات طيبة، حسن الجوار وحدود مرنة، لأن الحقيقة أن علاقات ثقافية واجتماعية وعلاقات شخصية لا يمكن أن تنقطع. لكن إنما أصروا على ذلك. الآن مجلس الوزراء في جنوب السودان اجتمعوا ووافق على إفادة الأخ دكتور رياك مشر نائب رئيس جنوب السودان للجلوس هنا في السودان عشان يعالج هذه المشكلة. طيب أنا أريد أن أسألك بغض النظر عن تفاصيل هذا الخلاف الشمالي الجنوبي، واللي هو غريب. يعني عندما يقوم الرئيس البشير بزيارة إلى الجنوب ويستقبل وإلى آخره، ويبدأ الحديث الإيديولوجي عن السلام
وبعد أسابيع نتكلم عن الحرب، عن طول الحرب. لا، لأنه هذه لما يكون وحدة القضية السياسية وقضية القرار. يعني أخواننا في جنوب السودان، يعني نعم هم أصبحوا دولة الآن. التحول من مرحلة الحركة إلى دولة إلى مرحلة الدولة هي مشكلة. التحول من مرحلة الحركية إلى مرحلة الدولة واتخاذ القرار مشكلة. وحدة القرار السياسي، لا زال هنالك أكثر من موقف اتخاذ القرار السياسي في أخواننا في جنوب السودان. لذلك يعني يأتي الأخ رئيس الفكير، وهو زول ملتزم جدا، يتفق مع الحكومة السودانية، والأخ فخامة الرئيس يزور، يأتي أطراف آخرون يعملون على تعكير هذا الجو، ويعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في دارفور، وهم يعلمون جيدا أنهم قاتلوا 23 سنة ولم يتمكنوا من تغيير الحكومة. فما الجديد الذي يغيره مالك وعقار أو الأخ ياسر عمان؟ رأيك أن المشكلة مشكلة جنوبية داخلية أكثر منها مشكلة جنوبية شمالية؟ لكن أريد أن أسألك حول القرار التاريخي بمعالجة هذه الحرب التاريخية بين الشمال والجنوب، الاتفاق الشهير، اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، الذي يعني أدى إلى استفتاء حول المصير وبعد ذلك إقامة هذه الدولة. كان أحد أهدافه هو إنهاء حالة الحرب اللي حاصلة بين الشمال والجنوب من أجل سلم ما. هل برأيك لم يصل السودان إلى ذلك، وأن هذه الحرب ستبقى ماثلة، ستبقى بين الأحمر والأخضر دائما؟ يعني أنا في تقديري الحكومة الاتحادية فعلت حسنا عندما اعترفت بالاتفاق، عندما وقعت الاتفاق حسنا، وعملت حسنا عندما وافقت على إجراء الاستفتاء. كان يمكن للحكومة الاتحادية أن تصير على حسم موضوع الحدود قبل أي اتفاق، لأن حقيقة مكونات الدولة في القانون الدولي أربعة، من ضمنها السكان ومن ضمنها الحدود الجغرافية. من طرف من طيب السودانية حقيقة وحسن الخاطر، ووافقوا على اعتراف بجنوب السودان قبل أن يتم معالجة أمر الحدود. وجزء من حقيقة برضو اعطاء حسن نية لأخواننا في جنوب السودان، واعتراف بأن والله إحنا ما عندنا، لا نضمن لكم سوءا، وما عندنا إشكال في أن تكونوا دولة مستقلة ذات سيادة، ونتعاون وننسق مع بعض في الشأن العام. أنا قناعتي أن لا أن إحنا جزء من هذا الجنوب، والجنوبين جزء من هذا السودان، يعني من السودان لا يمكن أن ينفصل بينهم. لذلك كان يمكن لحكومة الجنوب أن تعمل على استثمار هذا العمل، ويستخدم موارد الدولة في بناء البنى التحتية، ويعمل على بناء العمل السياسي ويتعاون. لم يتم ذلك. لكن أيضا قناعتي أخي الكريم أن الذين يعملون من الأسباب سوف يسقطون، وأن الصوت الذي هذا النشاز الذي يعملون على دعم أخواننا سواء كانوا في نيل الأزرق وفي كردفان أو ما تبقى من الفصائل في دارفور، الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في دارفور سوف تخفض صوتهم، لأنهم يصلوا إلى قناعة أنهم لا يستطيعون أن يعني أن يحققوا ما يصبون إليه، سواء كان ذلك إسقاط النظام أو زعزعة الأمن والاستقرار. يمكن أن بعض يعني زعزعة هنا وهناك، لكن لذلك قناعتنا أننا نعمل على كسب الشعب في جنوب السودان، ونعمل على ربط هذه العلاقات الاجتماعية الثقافية السياسية الودية الفردية في جنوب السودان، ونعمل على استفسار أخواننا في جنوب السودان أنهم أن الذين يقومون هذه المجموعة الشرذمة البسيطة اللي في داخل جنوب السودان اللي يعمل على دعم الحركات المسلحة سواء كان في كردفان أو نيل أزور دارفور، ما من مصلحة لدارفور ولا من مصلحة لدارفور وليس مصلحة الجنوب. والمجتمع الإقليمي والدول أيضا يعني نستبصر بهم ويقولون كلمتهم، فنحاصرهم حصارا شديدا إلى أن يجبروا على قبول حقيقة السلم الاجتماعي الثقافي السياسي الاقتصادي والتواصل ما بين السودان وشرق جنوب السودان. سؤال أخير بدقيقة أو دقيقتين، الأزمة التي حصلت بعد إعلان أثيوبيا عن بناء سد النهضة مما يؤثر على مياه النيل بالنسبة لمصر بالنسبة للسودان، أريد أن أسألك حول الموقف السوداني الذي لم يكن براقا كما هو عليه الموقف المصري، حتى أن هناك سياسيين في مصر عتبوا على موقف اعتبر لينا سوداني بالنسبة للأزمة. أنا أفتكر الحكومة السودان حكومة ذات سيادة، وهي تراعي مصالحها وتراعي الخصوصية الجيرة ما بين هناك خصوصية ما بين السودان وبين مصر بدون شك. ونحن في السلطة الإقليمية زرنا فخامة الرئيس المصري بعد الثورة مباشرة، والأخ رئيس السلطة والأخ الدكتور أمين عدد منا زرناهم، وسنظل على ذلك. دكتور مصطفى إسماعيل كان موجود معنا. أيضا نحن نود أن نحتفظ بعلاقة جيدة، ما تشاهد هذه علاقات يعني جيدة وأسرية ومتواصلة. كذلك الحكومة عندها علاقة جيدة مع إريتريا، الأخ رئيس فخامة رئيس الجمهورية زار إريتريا قبل أقل من 5 أيام، شارك في احتفالات استقلال أخواننا في إريتريا. وأيضا نحتفظ بعلاقات جيدة مع إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي، وهي دولة جارة بالنسبة لنا، وستظل هذه العلاقات متواصلة. فيما يلي السد
دون شك كل دولة الدول تعمل على حماية مصالحها، المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي تنسق وتعمل بقدر اللي تحقق لها هذه الأهداف. فخامة رئيس الجمهورية قرر سوف يزور جمهورية مصر في الأيام القادمة، وأنا يعني هل ممكن للسودان بما له من علاقات أقرب ومتميزة نوعا ما مع أثيوبيا أن يلعب دورا آخر في هذه الأزمة؟ هي طبعا السودان هي مؤهلة بأن يلعب دورا إقليميا ودوليا واسعا في كافة القضايا، خاصة فيما يلي مياه النيل، باعتبار أنه دولة تتوسط النيل حقيقة، وهي دورة اللي عندها علاقة جيدة مع كافة دول الجوار باستثناء حتى أخوانا في جنوب السودان، رغم هذه الخلافات البونة بينهم، لكن لنا علاقة طيبة مع تشاد، علاقة طيبة مع مصر، مع ليبيا، علاقة طيبة مع أفريقيا الوسطى، وعلاقة طيبة مع إريتريا، وعلاقة طيبة مع السعودية باعتبار دولة جارة. يعني أنا في تقدير حتى الذي يحصل بيننا وبين جنوب السودان علاقتنا طيبة بجنوب السودان كدولة وكشعب، باستثناء عدد يعني قليل جدا من الذين يعملون على العقر والصفو والعلاقات. لذلك السودان مؤهلة في أنها دولة يلعب دور إقليمي وتواصلي، ويمكن أن يتم احتواء حقيقة هذا الخلاف الموجود بين إثيوبيا وبين إخوتنا في مصر، بما يراعي حقيقة الخصوصية. نحن نعلم خصوصية النيل، قديما درسونا في المدارس أن مصر هبة النيل، نرجو أن نحافظ على خصوصية أخواننا في مصر من مياه النيل، وأيضا أن يتم معالجة بما أيضا كذلك يلبي لأخواننا في إثيوبيا رغبتهم في الاستفادة من مياه النيل. أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير تاج الدين بشير نيام، مذكر بأنك وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور. كنا نحاول أن نفتح معك بعض الملفات العصية أسميناها في السودان. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.